السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وتحية طيبة ليكم جميعا وللسادة المشاهدين. ومع معلومات عامة هامة هنقدر نقول النهاردة حاجة غريبة عجيبة: استخدام يرقات الذباب لعلاج الجروح المتقرحة والملوثة. قصدنا ايه شكل اليرقات بتاعت الذباب؟ يرقات مقززة بشعة بنلاقيها ساعات في الزبالة المركونة بقالها مدة. هذه اليرقات ممكن يحطوها في غلاف شبه غلاف كيس الشاي، وهقول لكم ليه قصدنا ايه. القصة بدأت في اثناء الحروب. احنا عارفين لما حرب بتقوم، ونتمنى طبعا العالم يعيش في سلام، لان الحروب دي مآسي وصراعات الإنسان في غنى عنها أصلا. بيتعرض الجنود للإصابات، وعادة أثناء الحرب طبعا الجندي ما بيتلقاش العلاج المناسب، لأن ضرب وحرب وهرج ومرج، فمفيش إمكانيات. ممكن بيبقى في صعوبة لنقل الجنود لأماكن العلاج في المستشفيات وكده، فبيحصل إن بعض الجنود عندهم جروح، الجروح دي بتتقيح وبتتلوث. فالاطباء لاحظوا ان الجنود الجروح دي عندهم حصل نمو ليرقات الذباب على هذا الجرح او هذه الجروح. سبحان الله، الجرح بيخف، الجرح بيتحسن، على عكس الجنود اللي جروحهم ما فيهاش يرقات ذباب بتوصل للغرغرينا وما يبقاش في حل قصاد الاطباء الا بتر الاجزاء والاطراف المصابه كحل وعلاج وحيد لهذه الحالات الحرجه. حاجة غريبة، حاجة عجيبة. بقى اللي عليه يرقات ذباب الجرح يبقى نضيف ويتمثل للشفاء ويخف ويبقى تمام ومية مية، واللي معلهوش الحالة تسوء. الفكرة دي خلت العلماء والأطباء انهم يستفادوا من الظاهرة دي. عشان كده بنسأل وبنقول: لماذا يرقات الذباب في العلاج؟ الحقيقة ان في كثير من الاحيان المضادات الحيوية بتفشل في علاج الجروح المزمنة والملتهبة والمتقيحة، زي مرضى السكر كده. ممكن العلاج بالمضادات الحيوية ما يجيبش نتيجة. عارفين مشهورة قوي ان بتر اطراف وحالات غرغرينا، فوجدوا انهم ما يحطوا هذه اليرقات على الأنسجة الميتة أو المتقيحة أو المتضررة. اليرقات بتتغذى فقط على الأنسجة الميتة، ملاش دعوة بالأنسجة السليمة، ما بتقرب لهاش. الأنسجة التالفة الميتة المتقيحة اليرقة بتتغذى عليها. تصوروا حاجة غريبة جدا. فما اليرقة بتتغذى عليها بتنضفها، بتنضف الجرح. غير كده اليرقات دي بتفرز أنزيمات، يعني بتبقى عبارة عن سوائل. السوائل دي بتعمل على إذابة الأنسجة الميتة والمتقرحة، وبعدين ترجع اليرقة تمتص السائل دوت وتخرج فضلات. الفضلات ده بيحتوي بعد عملية الهضم طبعا، بيحتوي على ايه؟ على مضاد حيوي قوي جدا يسرع شفاء الجروح. تصوره، لانه قاتل للبكتيريا. ممكن المضاد الحيوي يعجز عن قتل هذه البكتيريا في ظل الجرح الملوث او مريض سكر او كده. اليرقات دي بتطهر الجرح وتنضفه وتموت البكتيريا كمان. ممكن بقى يحطوا اليرقات دي على الجرح مباشرة، ويحطوا مادة أولمية مع اليرقات وشريط لاصق، بحيث لما يتحط اليرقات على الجرح يبقى الجرح متغطي باليرقات، واليرقات تبقى ثابتة في مكان الجرح وتتغذى بقى على الأنسجة الميتة. أو اليرقات تتحط على حاجة زي كيس الشاي كده، زي الصورة اللي قصادنا كده، ويتحط على الجرح وشريط لاصق عشان تفضل على الجرح الملوث المصاب، تتغذى على الأنسجة الميتة وتعمل شغلها عليه وتموت البكتيريا، والجرح يبتدي يخف. عملية اليرقات الموجودة في حاجة كده شبه أكياس الشاي بيسموها بايو باجز.
والحكاية دي بتستخدم في أمريكا وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول، لدرجة إن مع التطور الطبي أصبح في ألمانيا معهد متخصص في العلاج بهذه الطريقة. المعهد ده اسمه هوينشتاين، موجود في ألمانيا. ابتدوا بقى يصنعوا أنسجة طبية مشبعة بالمواد الطبيعية مخصوصة بقى لعلاج العديد من الأمراض. خدوا بقى المواد الفعالة اللي استخلصوها من الكائنات الحية واليرقات والحاجات اللي زي كده، وعملوها كأنها نسيج خاص كده أشبه بالضمادة اللي تتحط على الجرح ولا يبقى فيه يرقة ولا حاجة، فيها بس المواد الفعالة، وتتحط على الجرح وسبحان الله الجرح يخف ويبقى تمام. طبعا عملوا الطريقة دي ليه؟ لان اكيد طبعا بعض المرضى بيشمئزوا طبعا من حكاية اليرقات دي بتبقى مقززة، فدي طريقة بديلة بيستخدموا نفس المواد الفعالة. نشوف دورة حياة الذبابة. بتبقى بيضة، البيضة دي من 8 ساعات ل 24 ساعة بتفقس، بعد كده بتدينا اليرقة، عمر اليرقة من 4 ل 7 ايام، بعد كده بتبقى شرنقة من 10 ايام ل 20 يوم، بتتكون داخلها او بتتحول للحشرة الكاملة، بعد كده تخرج من الشرنقة وتبقى ذبابة كاملة قصادنا. وعمر الذبابة مش كبير، بتقعد مثلا 30 40 يوم وتموت بعد كده. سبحان الله في سورة العلق ربنا سبحانه وتعالى بيقول علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، الإنسان اللي بيتولد ضعيف، يمكن لو قطة أو كلب عمرهم مثلا شهر بنشوفهم أقوى من البني آدم، والبني آدم بعد شهر بيبقى طفل رضيع لسه، يعني بني آدم عمره شهر لا حول له ولا قوة، بينما قطة كلب بعض الحيوانات بيبقى عندهم بعض القوة والوعي حتى لو عمرهم شهر أكتر من البني آدم في ذلك الوقت. هذا الإنسان لما بيكبر ربنا اداله علم واداله عقل، فسبحان الله قدر يتوصل لحاجات وتطور عن سائر المخلوقات وسائر الكائنات، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وقدر الإنسان بالعلم إنه يعمل أشياء تشبه الإعجاز، والعلم دوت لو انفصل عن الإيمان يبقى كارثة، ارتبط بالإيمان يبقى في خير للبشرية. في نهاية عرض النهاردة أرجو أن يكون أعجبكم، وأشكركم بشدة، أشكر الجميع اسم اسم، وأشكر السادة المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.